المنتخب الثالث معانا في المجموعة منتخب مدغشقر. طبعا احنا كلنا عارفين مدغشقر بفوافي نجم او جناح لاعب المقصة. بيدربهم المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي. نيكولاس ديبوي عنده 51 سنة، أول مرة في تاريخهم يتأهلوا لكأس الأمم الأفريقية. قدامنا على الشاشة نيكولاس ديبوي عنده 51 سنة، لعب 13 مباراة معاهم، فازوا في 5، اتعادلوا في 4، خسروا في 4، شباك نظيفة 3 مباريات، أحرزوا 18 هدف في كام ماتش؟ في 13 مباراة. استقبلوا 22 هدف. طبعا على المستوى الدفاعي منتخب مدغشقر بيعاني في المستوى الدفاعي، لكن هم عندهم قدرات هجومية مميزة بتتمثل في 2 لعيبة، اللي هو طبعا لو استعرضنا التشكيلة هم عندهم لعيبة ممكن تعدي ال 12 أو ال 13 حرف، أساميهم صعبة جدا وأصعب منتخب في الأسماء في بطولة أفريقيا. الحارس إبراهيمة بيلعب في الدوري الفرنسي، باسكال وتوماس الاثنين برضو في الدوري الفرنسي، روماين اللي هو الباك اليمين بيلعب في أمريكا، جروم بيلعب في الدوري الفرنسي، ماركو بيلعب في بلجيكا، إبراهيم أمادة بيلعب في مولودية الجزائر، نجيفة بيلعب في تايلاند، والجناح اليمين لالينا بيلعب في باريس في فرنسا، وفوافي نجم المقصة، وقدام أندريا تسيما بيلعب في كلورومينت 63 الفرنسي. ده يمكن تشكيلتهم. نبص على طول على أبرز اللعيبة، ملخص منتخب مدغشقر في الصورة اللي قدامنا دي. اللعيب اللي على اليمين اللي هو الأندريا تسيما بيلعب في كلورومينت الفرنسي، عنده 35 سنة، هو أخطر لعيب فيهم وبيلعب في الدوري الفرنسي، لعب 29 مباراة في الدوري الفرنسي، مسجل هدف وصنع هدف. عنده كم مباراة دولية؟ 35 مباراة دولية، وجايب كم هدف دولي؟ 12 هدف دولي. اللعيب اللي على الشمال فوافي نجم المقصة، عنده 31 سنة، وعلى فكرة فوافي عنده رقم مميز إن هو أكتر لاعب لعب مباراة دولية في منتخب مدغشقر، 37 مباراة و9 أهداف دولية. لعب مع المقصة الموسم ده 31 مباراة، صنع 4 أهداف ومسجل 5 أهداف. ده يمكن نقطة قوة منتخب مدغشقر، هما الاثنين لعيبة دول. منتخب عنده نوع من السرعات، بيحاول ان هو يقفل ويلعب على الهجمات المرتده من خلال مدغشقر، من خلال بولان فوافي واندريا اللي هو المهاجم والجناح، بيحاول ان هو بيشتغلوا على الهجمات المرتده، لكن بالتاكيد عندهم دفاع عشوائي، ويمكن هم اعتقد ان هم هيكتفوا بالمشاركه، يعني اول مشاركه ليهم طبعا في التاريخ. وعندهم اثنين لعيبه مميزين، يعني فوافي واندريا اثنين لعيبه مميزين قوي. ازاي احرزوا الاهداف في منتخب مدغشقر؟ جابوا هدفين من كرات عرضية من الجبهة اليسرى، هدفين تسديدات من برا المنطقة، هدفين تمرير طولي في العمق. نبص على الرسم البياني، هو أهم حاجة توقيت إحراز منتخب الأهداف بتاعهم. هنبص نلاقي إن هم في آخر نص ساعة اللي هي من الدقيقة 75 والدقيقة 90 جايبين كام جون؟ هدفين وهدفين، يعني 4 أهداف من 8 أهداف. إذن في آخر نص ساعة من منتخب في المباراة لمنتخب مدغشقر بيسجلوا فيها الاهداف. اذا هم على المستوى البدني تحترمهم وتحترم المدرب بتاعهم في قرايته للمباراه وفي تغييراته، لان هم في اخر نص ساعه بيجيدوا تسجيل الاهداف. منتخب على المستوى البدني كويس ومعاهم مدرب كويس ومعاهم قدرات هجوميه تحترمهم. كل منتخب طبعا ليه احترامه، ولكن على المستوى الدفاعي اكيد دفاعهم عشوائي وبيعاني جدا على المستوى الدفاعي. ده المهاجم اندريا اللي قدامنا على الشاشه، هنشوف ليه بعض الاهداف اللي هو محترف في الدوري الفرنسي اهو. طبعا هو مميز قوي بالتسديد ومحطه كويسه، اللي هو اندريا بتجيله الكوره زي ما قلنا بيلعب في كلورومينت في فرنسا، كلورومينت 63، مميز قوي، هو مهاجم مميز وطويل القامه والهداف بتاعهم. يمكن هو يعتبر اهم لعيب في فرقه مدغشقر مع بولان فوافي زي ما قلنا، مميز، هو الفينش بتاعه مميز قوي، وهداف وقناص، مهاجم محطه سريع، يعني مهاجم برضو خبرة زي ما قلنا. هو عنده 35 سنة، لعب 29 مشاركة في فرنسا الموسم ده. هو من اللعيبة المميزة قوي قدامنا، هو مهاجم منتخب مدغشقر، أول مرة يتأهلوا طبعا لكأس الأمم الأفريقية منتخب مدغشقر. فإحنا كده خلصنا كام منتخب؟ الثلاث منتخبات، منتخب نيجيريا، منتخب غينيا، منتخب مدغشقر. هنخش دلوقتي في المنتخب الرابع والأخير معانا في الحلقة، وهو منتخب بوروندي.
المنتخب الرابع منتخب بوروندي، بيلقبوه بايه؟ بالسنونو. ايه السنونو ديت؟ عائله من الطيور المهاجره. يعني منتخب بوروندي بيلقبوه بالسنونو طبقا لعائله من الطيور المهاجره، كانت بتتراوح اطوالها من 18 ل 20 سنتي. يمكن دي يعني بعض او نبذه كده عن منتخب بوروندي. منتخب بوروندي اول مره يشارك في بطوله كاس الامم الافريقيه زي منتخب مدغشقر. يعني حظ منتخب نيجيريا حلو جدا في القرعه ان هم معاهم منتخبين اول مره، طبعا قله الخبره، اول مره يشاركوا في بطوله كاس الامم الافريقيه. نبص على طول على التشكيل قدامنا. منتخب بوروندي قدامنا التشكيل، بيلعب بجوناسان في حراسه المرمى، هم بيلعبوا بثلاثه خمسه اثنين، اثنين راس حربه هم اهم اثنين لعيبه في الفرقه، فيستون عبد الرزاق وساديو ابراهيمو. الحارس اسمه جوناسان بيلعب في الدوري البوروندي، عمر موسى بيلعب في كينيا، فريدريك بيلعب في جنوب افريقيا، عمر نجاندو بيلعب في رواندا، جايل بيلعب في اسكتلندا اللي هو اللعيب الارتكاز رقم خمسة، سريدريك ده اللي هو اللعيب الارتكاز بيلعب في التعاون السعودي، حسين شعباني بيلعب في الاثنين في البن الاثيوبي، اذا في واحد بيلعب في البن الاثيوبي وفي واحد بيلعب فين؟ في التعاون السعودي في وسط الملعب. الجناح اليمين كريم بيلعب في اوغندا، وكريستوف بيلعب في امورا البرتغالي. اهم اثنين لعيبه براهينو اللي هو بيلعب في ستوك سيتي، وفيستون عبد الرزاق بيلعب في شبيبه القبائل الجزائري. اهم اثنين لعيبه زي ما قلت لحضراتكم، احنا النهارده قلنا ايه؟ منتخب نيجيريا في هداف التصفيات، صح؟ اللي هو كان جايب كام؟ كان جايب 7 اهداف من 14. معانا برضو تاني هداف التصفيات، تصفيات كاس الامم، تاني الهداف هو عبد الرزاق. عبد الرزاق فيستون مهاجم شبيبه القبائل الجزائري، جايب كام جون في التصفيات؟ 5 اهداف. يعني حلقه النهارده في المجموعه الثانيه فيها الهداف وفيها تاني هداف. عبد الرزاق فيستون اللي قدامنا على اليمين عنده 25 سنه، بيلعب في شبيبه القبائل الجزائري، لعب الموسم ده قد ايه؟ 20 مشاركه، مسجل كام جون؟ 7 اهداف في الدوري وصنع هدفين. عدد اهدافه في التصفيات 5 اهداف. اما الناحيه الثانيه ساديو ابراهيمو مهاجم ستوك سيتي، لعب الموسم ده في انجلترا في الشامبيونشيب 23 مباراة، أحرز 3 أهداف وصنع أسيست 1، عدد أهدافه في التصفيات 2. إذن الاثنين لعيبة دول مسجلين 7 أهداف لمنتخب بوروندي في تصفيات كاس الأمم الأفريقية. كان هنبص دلوقتي على بعض اللقطات كده للمهاجم الخطير عبد الرزاق فيستون اللي مسجل، ده اللي قدامنا على الشاشة. عبد الرزاق فيستون مسجل كام هدف؟ 5 أهداف. زي ما اتكلمنا على أجالو في منتخب نيجيريا وقلنا ان هو لعيب خطير ومسجل 7 أهداف في التصفيات، في منتخب بروندي لعيب برضو خطير اللي قدامنا على الشاشة ده، اللي هو عبد الرزاق فيستون اللي هو مهاجم شبيبة القبائل الجزائري، تاني هداف التصفيات برصيد 5 أهداف. ده اللي قدامنا على الشاشة عبد الرزاق فيستون. هنقول بعض المعلومات كده السريعة على منتخب بروندي. منتخب بروندي القيمة التسويقية بتاعتهم كام كلهم على بعض؟ 8 مليون يورو بس، و9 من 10، يعني حوالي 9 مليون يورو. منتخب بروندي قيمته التسويقية قليلة جدا طبعا. تاني حاجة، أغلى لاعب في القيمة التسويقية عندهم مين؟ براهينو اللي هو مهاجم ستوك سيتي، ده قيمته التسويقية 6 مليون يورو لوحده من 8 مليون يورو، يعني كلهم على بعض حوالي 9، ساديو براهينو لوحده 6، يعني الباقي كله على بعض 3 مليون يورو. ده كمان قيمته التسويقية وصلت، يعني غلى ساديو ابراهيم وقيمته التسويقية في 2013 وصلت ل 13 مليون يورو. أكتر اللاعبين مشاركة كريم اللي هو لعيب فابريس اللي هو الأوغندي، لعب 49 مباراة دولية. التصنيف العالمي لمنتخب بوروندي حاليا 139 على العالم وال 24 على قارة أفريقيا. زي ما قلنا منتخب بوروندي بيلعبوا بيه